السلام عليكم. العجلة كانت أهم اختراع في تاريخ البشرية، هو اختراع العجلة. كان الهم الشاغل لكثير من البشر على سطح الأرض هو أنه يجب هذه العجلة أنها تدور. في الأول كان الدوران ديال العجلة كيتم بقوى اللي هي قوى حيوانية، قوى عضلية، باستغلال بعض الدواب في إدارة بعض العجلات اللي مثلا جلب المياه او رفع المياه من الأودية بالناورات، او استعمال الطاقة الريحية لدوران بعض مطاحن الحبوب. إضافة الى انه تطورت الامور، فاصبحنا نرى استعمال مجموعة من الطاقات كالطاقة البخارية لإدارة عجلات مثلا قطارات السكك الحديدية، إضافة إلى تطور وصولا بالكهرباء والمجال المغناطيسي المستوحى من دوران الأرض، حتى وصلنا إلى يومنا هذا إلى المحرك الكهربائي. فالدوران كان هاجس كبير جدا لاختراع مجموعة من الآليات. فإذا خلينا مثلا آلة كآلة المنشار أو الآلة ديال توبي لزخرفة الخشب أو غير ذلك، بالآلات المستعملة في النجارة والتي تعتمد على المحرك الدوار، بطبيعة الحال المحركات الكهربائية كلها تتميز بشيء أساسي وهو استعمال المجال المغناطيسي، بمعنى لابوبين أو السلك النحاسي الذي تم فتله على بكرات بشكل بكرات على مجال مغناطيسي أو المغناطيس قطعة مغناطيسية لتشكل مجالا مغناطيسيا يمكن فيه تنافر الزائد والناقص السلبي والإيجابي، مما يعطينا دوران يشبه دوران الكرة الأرضية. فسرعة الدوران طبيعة الحال تم التحكم فيها كذلك، فما دمنا نرى أنه المحرك له سرعة دوران ثابتة تغييرها يكون صعبا، لأنه إذا أردنا تغيير سرعة الدوران فيجب أن نتحكم في الطاقة الكهربائية برفعها أو تخفيضها. فكانت الفكرة بابتكار ما يسمى بالدواليب المتدرجة، مسألة تشبه مضمار السباق، فنلاحظ بأنه كلما أردنا أن ننظم سباقا مثلا في ألعاب القوى فلا يمكننا أن نضع جميع المتسابقين في خط واحد، لأن الدائرة الصغيرة طبيعة الحال ستكون أو تتطلب سرعة أقل من الدائرة الكبيرة. فلهذا مثال سرعة السباق أو مضمار السباق هو مثال حي على درجات الدواليب الدوران. فلهذه المحركات نجد فيها تدرجات تنتقل منها الكروة أو للحزام، تنتقل منها من ترس إلى ترس أو من طبقة إلى طبقة، ويتغير معها دوران المحرك. نفس المبدأ تستعمله السيارات وتستعمله عدة محركات، فهذا ما ينتج عنه تدرج لسرعة الدوران. خلاصة القول، السرعة دورانها يتم التحكم به في كثير من الميادين والآلات بواسطة هذه الترس المتدرجة، بحيث أنه ننتقل من الأسطوانة الكبيرة التي تحدد لنا سرعة أقل إلى السرعة الأقل التي توازي الأسطوانة الصغيرة. كان هذا كل شيء بالنسبة للصد اليوم. أشكركم على انتباهكم وإلى حصة مقبلة بحول الله.